كابتن اسامه، طبعا انت كنت في الفتره اللي هي يعني نقدر نقول فتره الانجازات الكبيره على المستوى الافريقي. الحمد لله. وكان جيل فعلا جيل ذهبي، وجيل تالق كثيرا، وصلته كمان لكاس العالم كتير، كاس العالم للانديه. ويمكن من الحاجات اللي ما تتنسيش ابدا جولك في نايفي النجم الساحلي 2005. مظبوط. يعني الحمد لله كنت انا واحد من الجيل المحظوظ ان احنا بدايه من 2004 الجيل ده اتكون، علشان بدايه من 2005 نبدا بقى يعني رحله مزبوط. البطولات مع النادي الاهلي مزبوط. في كل الالقاب، دوري وافريقيا وكاس تفتكر كم لقب افريقي؟ انا اخدت 2005 و2006 و2008، ده دوري ابطال افريقيا، مع السوبر الافريقي. البطوله الاغلى طبعا بالنسبه لنا على المستوى الشخصي كانت هي البطوله الاولى، كانت في 2005. 2005 كان النهائي الافريقي، كان امام النجم الساحلي، كان فرقه كبيره طبعا، وكان يعتبر احنا كلاعيبه معظم اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب وقتها، كان حسن مصطفى، ابو تريكه، عماد متعب، انا، كان بركات لسه منضم لينا جديد، كان عماد النحاس، يعني كان معظم اللعيبه اللي موجوده. شوقي كان معاكم، محمد شوقي. محمد شوقي، انا مش عايز انسى حد، اسلام الشاطر، شادي، كان شادي كان اخذ البطوله في 2001. في الوقت ده على ما اتذكر. احنا يعني كان 70-80% من الناس اللي موجوده، محمد عبد الوهاب الله يرحمه، فكان دافع لينا كبير. كان ده دايما اللي بيلعب عليه مستر مانويل جوزيه، كان دايما الدوافع لينا كبطوله دوري ابطال افريقيا، هي البطوله الاكبر للنادي، هي البطوله الاهم. فكان دايما حتى استعدادنا لكل مباراه مختلف عن الاستعداد في الدوري، نوعيه التدريب، حتى التحضير الذهني، علشان يحس ان احنا بنفصل الدوري عن بطوله افريقيا. دايما قبل بطوله افريقيا طبعا ما كانش الدوري بكم المباريات الموجوده دلوقتي، كان الدوري حوالي 13 فرقه. فعندك وقت انك تحضر لماتشات افريقيا، صح، عندك اسبوع او 10 ايام قبل المباراه. مزبوط. فبتعمل فتره اعداد قصيره 3 4 ايام بتدريبات معينه عشان تروح المباراه انك انت جاهز في اعلى فورمه ليك. مزبوط. البطوله دي في 2005 كان يعني ذكريات حلوه ليا انا على المستوى الشخصي. كان في النهائي الافريقي، كان امام النجم الساحلي، كسبنا المباراه دي 3-0. المباراه دي على ما اتذكر كانت اول مباراه ليا ككابتن للنادي الاهلي. اول كابتن في مباراه نهائيه، كان الحضري كان قبلها في الدور، قبل مش قبل النهائي، قبلها بحوالي 3-4 ماتشات اتسحبت منه الشاره، كان مستر مانويل. فمين اللي بعد الحضري؟ كان شادي محمد. مظبوط. شادي محمد كنا بنلعب الزمالك في قبل النهائي، غلط حاجه في الملعب، فمستر مانويل جه في المباراه النهائيه خرجه في المباراه اللي كانت في مصر عندنا. فاحنا في اوضه اللبس، مين كابتن فرقه بعد شادي محمد؟ انا. قال لي البس الشاره، فلبست الشاره ونزلت، كنت كابتن الفرقه وقتها. فحتى وانا نازل كان طاقم التحكيم وقتها من بوركينا فاسو، فببص للحكم واللاينز مان اللي جنبه، الاثنين شبه بعض، اثنين توأم. فاستغربت وقتها، فحتى لما بصهم بسألهم قالوا لي احنا الاثنين توأم يعني. دي من المواقف اللي انا اتذكرها. طبعا الهدف اللي انا احرزته كان الهدف الثاني، كان محمد عبد الوهاب الله يرحمه كان مشاركني في الهدف. ومن البطوله دي كان اول كاس عالم انديه لينا بقى للنادي الاهلي. النقله الثانيه اللي احنا بنعيشها كلاعيبه، التاريخ اللي بيتكتب، جو تاني طبعا. وكمان بيحطك انت كلاعيب تاريخك واسمك النادي الاهلي ده في حته تانية. فعشان كده دايما لما بتلعب انت كلاعب بطوله افريقيا لازم يبقى ليك دوافع انت مختلفه. صحيح. لازم ليك حوافز مختلفه، لازم ليك انت استعداد انك انت النهارده زي ما بتقول مثلا محمد الشناوي حارس مرمى مصر الاول في كاس العالم ولعب في روسيا، النهارده لازم يبقى ليه دافع. انا بتكلم على محمد الشناوي كنموذج في الفريق وككابتن للفريق. حط بقى بعد ده كله عمرو السوليه، ديانج، حمدي فتحي، احمد فتحي طبعا اخذ بطوله افريقيه كذا مره، علي معلول طبعا، مروان محسن، كل اللعيبه، قفشه. فالنهارده الدافع بتاعك انت كلاعب لازم يبقى كبير. النهارده التاريخ لما بنقعد نقول للنادي الاهلي بطولاته الافريقيه بنقول سنه كذا وكذا وكذا وكذا، والجيل اللي كان موجود، الاهداف. انت فين بقى كلاعب، وانت فين كمجموعه كجيل في وسط الكلام ده؟ لازم النهارده دوافعك مختلفه. بكره لما بتنزل مباراه الوداد استعدادك انت الخاص كلاعب
بعد كده بتتنقل نقله تانية، كاس عالم انديه تحط النادي الاهلي في مكانه تانية، بتلعب في اجواء وظروف تانية مختلفه. صحيح. لكن احنا مش عايزين نسبق الاحداث، عايزين ناخدها خطوه خطوه، بدايه من مباراه الوداد بكره. لكن الذكريات الحمد لله يعني على المستوى الافريقي الواحد يعني سعيد باللي انجزه مع النادي الاهلي في 2005 و2006 البطوله الغاليه لينا و2008 يعني. الحمد لله.